كابتن محي، يمكن ابتديت انت مع الفرقه الموسم ده، انت كنت موجود برضو الموسم اللي فات في النادي الاهلي. خلينا نتكلم عن البدايه، كابتن حمدي صفي قعد معاك ازاي، المناقشات الفنيه اللي كانت، بقى الحاجات اللي بره الكواليس اللي كانت قبل الموسم، وبناء عليها ابتدات شغلك مع الفريق. هو في الاول برحب بيكم طبعا، وببارك للنادي الاهلي كله الفوز بالبطوله، وبشكر حضرتك طبعا للاستضافه، وبشكر طبعا كل الجهاز الفني والمعاون للفريق. اللي حصل ان السنه دي الموسم دوت انا ما كنتش موجود في الموسم اللي فات، هو انا السنه دي وكابتن حمدي كلمني وتواصلت معاه نمسك الفريق بتاع تحت 19 سنه بنات. كان المرجو من البطوله من بدايه الموسم ان احنا نحقق الهدف بتاعنا ويكون احسن شويه. طبعا توفيق من عند ربنا، كان بطوله صعبه، ماتشات قويه، صراحه اللعيبه شدوا حيلهم معايا كتير، ربنا وفقنا الحمد لله، واهو ودينا بنتمرن تاني ونشوف ان شاء الله. الجمهوريه هتبتدي اخر الشهر يا كابتن؟ الخميس اللي جاي، الخميس اللي بعده اول مباراه عندنا. دي نظام جديد الاتحاد عامله علشان خاطر اللعيبه ما يفضلوش قاعدين يتمرنوا بس، علشان يفضل في منافسه على طول. ايه بقى النظام الجديد؟ ايه المختلف عن السنه اللي فاتت؟ النظام الجديد ان كان بنخش تمهيدي وبعدين دور ال 32 ال 16، لا السنه دي احنا بره التمهيدي خالص، هنلعب البطوله ديت للمؤهله لدور ال 16 لبطوله الجمهوريه. يعني عاملين زي دوره مجمعه كده من دور واحد؟ من دور واحد. هم حوالي 14 فرقه مقسومين على مجموعتين، كل مجموعه سبعه وسبعه، هم اربعه من منطقه الجيزه، اربعه من منطقه اسكندريه، وست فرق من منطقه القاهره. طيب السبعه اليمين والسبعه الشمال كم فرقه تتاهل منهم؟ اربعه؟ هو بيعمل اربعه مراكز، اللي هياخد من واحد لاربعه هيروح لدور ال 16 على طول في بطوله الجمهوريه. حلو. واللي هياخد المركز الخامس والسادس والسابع والسابع ده تحديد مراكز هيروح لدور ال 32. افهم من كلام حضرتك البطوله هزيد، يعني مباريات هزيد شويه. ده شيء كويس. شيء كويس ده طبعًا. حاجه انت شايفها كويسه طبعا. طبعا احسن اللعيبه بتتمرن بدون، او اللاعبات بتتمرنوا بدون هدف فتره طويله. هو المفروض ان اللاعب يتحط تحت مود المباريات على طول، من اللاعب المصري بالذات، لان هو لما بيخلص البطوله فبيريح قوي، يجي تاني في المنافسه بيبقى الدنيا هاديه عنده. طب هو في العادي لما حضرتك يعني ضفنا بشكل يعني كبير وبنبقى عارفين، وفي العادي تقريبا بيكون شهر 3 مارس او ابريل بتنتهي دورات بطولات الجمهوريه. شايفها السنه دي ممكن تزيد شويه؟ ممكن تطول شويه. ممكن ابريل، خاصه ان رمضان في مارس. وبعدين في كمان بطوله لسه سامعين عنها، ما اعرفش الاتحاد خد فيها قرار ولا لا، هو عايز يعمل كاس مصر. يا ريت. من دور واحد. فبرضه الاتحاد شغال بصراحه. طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا. قال بامانه يا جماعه، يعني المهندس قمر شغال ومجموعه كبيره شغاله وعامل طفره الحقيقه في اللعبه، ونتائج المنتخبات باينه بصراحه. ان شاء الله كل التوفيق لك يا كابتن. ان شاء الله. ربنا يكرمك.